الله عز وجل يقول في كتابه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لابد أنك تفهم أمر أنك تمشي بالدنيا خاصة بالحياة فوق مشيئة الله عز وجل وقدر الله. فشيء أنت تعيش الحين مزعجك، سواء هم عندك أو دين أو عندك مشكلة أو ضغوط حياة، هذه مقدرة لك ومكتوبة قبل لا تولد. ولابد أنك تفهم أمر أنك ما تفكر ليه وقعت المشكلة أو ليه صارت المشكلة أو ليه أنا عندي ضغوط. لابد أنك تفهم أن هذا مقدر، ولابد أنك تفكر بالحلول. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن. أصبر والله وعدك وبشر الصابرين، إن بعد صبرك راح تنال شيء يعجبك بإذن الله.